اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من موعدنا شباب. زي ما انتم متعودين كل يوم من الساعه 6:30 للساعه 8 بتوقيت السعوديه برنامج موعدنا شباب، اكيد باين من اسمه هو برنامج شبابي بيتكلم في كل ما يهمنا كشباب وكمان بيهم قطاعات كتيره في المجتمع سواء الاسره الاطفال. بنجيب نصايح من هنا، بنتكلم عن دراسات جديده من حته تانية، بنشوف ايه الاخر الاخبار في بلادنا العربيه، بنركز على الحاجات اللي فيها ايجابيه شويه عشان دي اللي بنحتاجها في حياتنا اكيد. وعندنا دايما سؤال للحلقة كل يوم بنسأله للناس وبندردش مع بعض فيه، وانتوا كمان تقدروا تتكلموا عن طريق الأرقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشة وتتواصلوا معانا وتقولوا لنا رأيكم. عثرات الحياة اللي بنمر بيها هي ما بتبقاش ضدنا في كل الأوقات، بس كتير بنحس ان هي بتتعمل عشان احنا نقوى، عشان احنا نقدر نواجه مواقف كتير. هل بتحسوا ان الكلام ده صح ولا غلط؟ تقدروا تشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي او زي ما قلت لكم ارقام البرنامج اللي بتظهر معاكم على الشاشه. حبيب رأيك انت طيب بالسؤال؟ كتير لما تتحطي في مواقف صعبه يعني بشكل كبير بتحسي ان انت بتقوي، وبشكل كبير بتحسي انه لو صادف وجالك موقف صعب في الحياة وكان جالك موقف قبله صعب مرانك على الأصعب فانت عارفة تواجهيه، تفهم قصدي؟ ف يعني الصورة الشهيرة بتاعت الفار اللي هو جايين يصطادوه راح هو ابتدى يلعب ضغط او بوش اب او يعني يتمرن بالبتاع. هي فعلا كده، انت ناس كتير بتواجه صعوبات في الحياة ممكن تضعف، بس لو عدتيها تقولي ما حصلش حاجة وانا اقدر اكمل وحاسس ان ده كان لي علامة، كان لي رسالة بتقويك اكتر. هي الفكرة ان الواحد من يمر بمرحلة صعبة بحياته او حتى موقف المفروض ما يبدي يتذمر او يقول انه شمعنا اني اللي هيك صار لي او ليش ده يصير لي اشياء سلبية وباقي الناس لا. المفروض يشوفها انه هو الله حطه بهذا الموقف حتى يشوف قوته، او لانه يعرف انه هو يقدر يستحمل ويقدر يمشي ويعدي. ومثل ما انت قلت انه كل ما كان الموقف اصعب يكون احسن للمواقف الثانيه، يعني يبدي هو يشوف الاشياء الثانيه انه كلش بسيطه مقارنه بالشيء اللي هو مر بيه من قبل، فيصير كلش قوي ويستحمل مواقف اكبر. كتير من قصص بنقعد نسمعها ان واحد مثلا مشوه من الشغل، فبعد ما مشي هو قاعد ما لقاش شغل فجاه بيطلع بفكره وحياته بتتغير وممكن يزود دخله عن طريق الفكره بتاعته وبقى شركه. يعني هي قصص اللي منها الناس اكثر شيء، يعني مواقف صعبه هي اللي تخليك اقوى وتخليك تتعلم من دروس الحياه وتخليك مش دائما اي شيء يهزك، تخليك دائما عندك هذا المنطق وهذه الفكره انك انت تقدر تعدي كل الازمات وكل ما في شيء صعب على الانسان. وانا مؤمنه ان اي شيء يمر فيه الانسان هو يا درس يا هدية من رب العالمين، يا شيء يتعلم منه، يعني أكيد في حكمة من كل اللي يمر فينا أو نمر فيه. فهذا أيوة أنا أؤمن بمقولة كل شيء يحدث لسبب، بالضبط. يعني كل الأشياء اللي تصير لك مستحيل هي من فراغ، إذا بعدين حتى يمر وقت طويل تبدي تستوعب إنه هذا الشيء اللي صار لي قبل يمكن 5 سنين هو اللي خلاني أوصل لهذا الشيء اللي هو أحسن إلي. ممكن فانت ما تكون تعرف ان هذا الشيء حلو قوي. الجمله اللي انت قلتيها تحس ان هي ممكن تبقى بالعكس، وكل حاجه انت بتعملها بتكون لسبب ممكن بعد كده يفيدك في المستقبل. يعني ما تعرفش ان انت مثلا لو خدت تجربه معينه اديتك فايده معينه تفيدك بقى بعد 10 سنين في شغلانه معينه بتعملها، في دراسه معينه ناوي تعملها، بتلاقي ان كل حاجه بتعملها بيبقى ليها سبب بشكل كبير. يعني هنبتدي اول موضوعنا النهارده من بلدنا الحبيب الامارات ومركز محمد بن راشد للفضاء بيعلن عن تاهل 95 مرشح للمرحله القادمه اللي هي هتكون هتاهلهم او هتاهل ما بين 4000 و يعني كان في 4022 واحد متقدم، 95 منهم اترشح بالفعل ان هم ان شاء الله يروحوا لبرنامج الامارات للفضاء. طبعا مبادره قويه جدا من بلدنا الحبيب الامارات انه خلاص عايزين يطلعوا، وعارفين كلنا ان هو في مسبار مفروض يروح المريخ من بلدنا الحبيب الامارات، لانه بنسمع الصين روسيا امريكا كل الدول دي هي المهتمه بشؤون الفضاء. طبعا المانيا والكلام ده كله موجود، بس لما كنا محتاجين يبقى في بلد عربي تقدر تعمل حاجه تروح ناحيه الفضاء شويه وما تدينا فرصه ان احنا نشوف بعيون عربيه. من الرحله اللي حكيتي عنها تبع الفضاء اللي في ناس اوريدي دفعت بدها يشترون تيكت من هون بلشت صح؟ لا ما اعتقد هم عالميه، يعني انه رحلات الى الفضاء ده تبدي الناس الطبيعيين يقدرون يروحون، يعني مو لازم تكون رائد فضاء او لك علاقه بالموضوع فتقدر تاخذ التيكت.
بس من موضوع الفضاء، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أنه إجمالي عدد المسافرين من مطارات الدولة خاصة وصل إلى 53,750,560 مسافر خلال 5 أشهر اللي مرت من هذا العام. فهذا الشيء كلش حلو دا نشوف أنه الناس مثل ما قلنا على مطارات دبي أنه كلش متطورة والمسافرين دا يرتاحون بيها، فدا تسهل عمليات السفر. أنا مرة شفت دوكيومنتري على إزاي مطار دبي بيتعامل فيه الناس، أو إزاي بتحصل العملية البروسس كلها من أول ما أنت بتروحي تعملي تشيك إن والشنطة. صراحة كان ممتع جدا الفيلم الدوكيومنتري اللي هو فيلم وثائقي يعني عن اللي بيحصل. طبعا سيستم ماشي كأنه مصنع يعني لكل واحد دور وما فيش مكان للغلطة، وفي ناس طبعا سوبرفايزنج على الموضوع بشكل كبير وبيشرفوا بقوة عشان تشوفوا حجم. انتوا عارفين يعني 53 مليون نسمة بتقدر تيجي تعدي من المطار، زي ما انتم شايفين طبعا صور المطار سريعه كده. مين فينا ما راحش مطار دبي حتى الناس اللي ممكن ما يعرفون موضوع انه مطار دبي كلش منظم، بس من خلال انه هو يمر بشارع ويشوف الطيارات اللي كل ثانيه، يعني يجي بين كل وحده يمكن 5 ثواني انه هي هبوط او اقلاع، فده تشوف انت كميه الطيارات اللي بسرعه ده تنزل وتصعد للمطار. هذا يوضح لك ايش قد هم منظمين بهذا الشيء. بس سمعنا اكو ابتكار جديد من الإمارات دولتنا راح يبدي يصير بالمطارات وبالطيارات، اللي هو النافذة الذكية. فراح يبدون يتخلصون من الشبابيك العادية اللي بالطيارات وحيسووها مثل سكرين. هاي السكرين حتبين للناس شيء حتى أوضح من اللي إحنا نشوفه بعيوننا الطبيعية، وهذا حيخليهم يسهل موضوع إنه هو مثلا ما يحس بالوقت أو يشوف مناظر حلوة ممكن تسليه خلال الرحلة. غير هذا الشيء هو أنه حتخفف من وزن الطيارة، لأنه نعرف الشبابيك كلش ثقيلة على وزن الطيارة، فهذا الشيء حيبدون يحطوه بالطيارات الجديدة إن شاء الله. كتير كنت قاعدة أبص لشباك الطيارة أحس لما بتطلعي لفوق خلاص هو المنظر بقى ممل بشكل كبير، ممكن يحصل فيه. ففكرت مرة هم ليه ما يستخدموش إن ده تبقى الشاشة، بس قلت طب ما انا لو مسافر اللي جنبي هيشوف الفيلم نفس الفيلم فما ينفعش. ايه بس هي مو فكره افلام يعني. ما انا عارف تبقى احلى طبعا. وبعدين بيقدر تقريبا هيبقى في صفات تانية انك تقدري تغيمي او تفتحي الصوره، فانت لو هتنامي الشباك يضلم. يعني بيدخلوا فيه الابتكارات والتكنولوجيا بشكل كبير عشان اكيد المسافر يستمتع بالرحله. بس كلش حلوه، احلى شيء انه هي اوضح من اللي احنا نشوفه بعيوننا، فما راح نحس انه هو شيء فيك او هم مسوينه. انا دائما من الناس اذا رحت ركبت طياره دائما اقول لهم ابغى جنب الشباك. بجد انهم انا ساعات افضل اللي هو الايل سيت او اللي على الحرف عشان يعني، بس هي بتبقى رخمه لما اللي جوه عايزين يطلعوا كل شويه. بس بقول ايه، عشان انا لو احتجت حاجه اطلع على طول ما اطلبش من حد حاجه. عمالين نتكلم على الفضاء وبعد كده اتكلمنا على الطيران، فواضح ان اخبارنا كلها ومواضيعنا خارجيه. انا على ذكر بس موضوع الفضاء والمتاهلين، كنت عايز اقول لكم على ان هم بيتدربوا وفي تدريب قوي جدا ليهم عشان يقدروا طبعا يكونوا مؤهلين للموضوع ده. التدريب عشان يبقوا رواد فضاء ويبقوا بنشوف. انا يعني كلنا بنسمع عن ناسا، بس ناسا انا نفسي يطلع حاجه من بلدنا الحبيب الامارات تبقى شبيهه باسم ناسا اكيد، وتنافس مش تنافس هو كل خدمه البشريه في الاخر عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. نبطل الاخبار اللي هو في فضائيين ولا فيش فضائيين، في حياه على الكوكب اللي هناك ده ولا لا، مريخ يعني مثلا اقرب الكواكب. تحبوا الافلام اللي ليها علاقه بالفضاء؟ صراحه مو كلش، لانه معظمها هذا تكون خياليه يعني ما نشوف شيء واقعي، فمو كلش ما بس انا اللي حسيته كان قريب من الواقع شويه كان انترستيلر. يعني كان شويه هو خيالي بس كان عامل طلع بمعلومات فيزيائيه كتير واتكلموا عليها وكانت من الافلام الحلوه دي. مواضيع الفضاء والطيران اللي بنتكلم فيها، ننتقل الى موضوع تاني عايز اكلمكم عليه، انه في عرض اكبر هيكل عظمي للتيراناسور في باريس. في ناس ده نوع من انواع الديناصور هيكون في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الفرنسي، هيحطوه لمده 3 أشهر. طبعا ناس كتير هتقدر تروح هناك وتشوف الهيكل ده متجمع للديناصور. والديناصور ده اللي هو النوع التيراناسور المفروض ان هو اقوى انواع الديناصورات، ما يسمى بالتيركس. شفناه اكيد لو بتتابعوا كرتون ممكن تلاقوا كتير من شو اسمه الفيلم توي ستوري.
بالظبط. فالتيراناسور بيعتبر من الديناصورات اكله اللحوم، وكان حجمه 12 متر وبيزن 5 اطنان، والهيكل اللي هم جمعوه ولقوه عليه بيمثل طبعا حجم التيراناسور الحقيقي شويه. وعثر على النموذج بتاعه في مونتانا في امريكا، ومحتفلين دلوقتي بان هم جمعوا ديناصور بعد ما كان نصه نصه ناقص والنص التاني مش كامل، فيتجمع كله وبيتم عرضه. في دبي مول شفته برضو في ديناصور هناك كده محطوط الهيكل العظمي بتاعه، شفتوه؟ ايه انا شفته. اللي يتحرك صح؟ ما بيتحركش، لا عظم يعني، بس هيكل حتى العظم مسويه يتحرك. مسويين يتحرك؟ ما خدش بالي، بس هو انا شفته يعني قعدت اقرب كده. تفتكروا الديناصورات كانت عايشه دلوقتي كان هيبقى؟ حصل هذا السؤال بس ما اعرف يعني، انا دائما افكر بالموضوع بس اقول اشمعنى ان احنا ما كنا على زمان الديناصورات، انه ليش انقطع البث بعدين احنا بدينا الحياه البشريه. لا دي قصه طويله بقى احكيها لك بقى. هنطلع على بريك سريع ونرجع نكمل معاكم مشوارنا. عندنا اخبار متنوعه من جميع المجالات، فني وابديتس وكوره وكاس عالم، فاستنونا هنتكلم معاكم اكتر بعد الفاصل. يلا بينا. شكرا. مكملين معاكم مشوارنا في موعدنا شباب، وزي ما انتم عارفين معادنا دايما بيكون من الساعة 6:30 للساعة 8 بتوقيت السعودية. عندنا مواضيع مختلفة بنتكلم معاكم فيها وبندردش مع بعض كمان، ونقول لكم على كل الجديد من كل حتة في العالم. النهاردة عندنا سؤال الحلقة، بنتكلم على الحاجات الصعبة اللي بتواجهك في الحياة، ازاي بتشوفها؟ هل هي من الحاجات اللي فعلا بتقويك اكتر على مواجهة الصعوبات اللي جاية في حياتك، ولا بتكون عامل سلبي عليك وما بتقدرش تكمل حياتك بسبب ان انت بتحس انك متعسر ومش قادر تواجهها؟ ده سؤالنا، وتقدروا تكلمونا على الارقام اللي بتظهر على الشاشة كل شوية. الارقام هتلاقوها بتطلع لكم دلوقتي، وكمان على السوشيال ميديا. طبعا الدراسة اللي رح اتكلم عنها اليوم، في كثير من البنات اللي احنا منهم يعني نعتقد انه تجفيف شعر يعني تطلعي من الحمام وتخلين شعرك على طبيعتها ينشف مع الهواء، هذا امر كويس عكس انك تستشورينه او تنشفيه بالمنشفه، بس طلع هذا كلام ما هو صحيح. الحمد لله. لانه انه لازم اول ما تخلصين من الشاور لازم تنشفين شعرك بصوره سريعه، لان كثر ما الماء قاعد في الشعر يساعد في ان شعرك يتقصف بشكل اكبر. بلس انه دائما تسمعون انه لا تمشطون شعركم هو في مويه عشان يتقصف بزياده، يقول اتركيه ينشف بعدين مشطيه. سو يا انك ان تنشفين شعرك بالسشوار او حتى بالمنشفه. واصلا مره شفت فيديو انه يشبهون الشعره بالسباجيتي من تحطيها بالمي، فهي الشعره من تكون بالمي تصير مطاطه. بالضبط. فمو زين انه انت تشدين عليها. انه الطريقه الطبيعيه انك تركتي شعرك مثلا ينشف مع الهواء، المي راح يبقى فتره طويله في الشعر، فبالتالي راح يضر الشعر. يعني المفروض بس يعني دلوقتي احنا المفروض ننبسط، يعني احنا نستخدم سشوار كثير فالحمد لله طلع شيء صحي. ان انت ما تستخدميش بعد الدش على طول؟ لا بالعكس، لازم تستخدم السشوار نشف شعرك على طول من الماء، لانه الماء كل ما يجلس بشعرك وقت اطول كل ما يضر الشعره نفسها. يعني مو شرط التنشيط والحرق يعني، بس نشفه انه نشفه من الهواء يعني. طب هم زمان كانوا بيعملوا ايه؟ زمان كانوا بيتركوا على الطبيعه. الطبيعه متحسن ان كانوا شو كانوا يعملوا؟ كان في اساليب زمان، كانوا ياي ينزلوا الشعر كله يلفوه كله هيك وبعدين يحطوه بشكلات، يا اما يتركوه للهواء الطب، او كانوا بالاحرى كثير يجدلوا بعد بعد الضفيره. وده كان هذا عشان يصير ناعم يعني. بس هو كان تنشيف كانوا يتركونه للهواء الطب، بس انه هذه الحركه انه كانوا يسوونها زمان عشان يصير شعرك ليس بدل السشوار. وكانوا يحطوه يلفوه بالمنشفه كرمال ينشف، يسمونه شيء كان. ايوه أنا عامه يعني نصايح كلها بنحاول نفيد بيها كل مشاهدينا، ومهمه جدا. شكرينا ما رجعت للدكتوره والطب. لا ده مش دكتوره، دي معلومات عامه. بالضبط. ايوه فقره الصلاه. لا انا بقول لكم على شيء غريب انا شفته. اكو واحد سافر لروسيا بالبايك، او احنا نقول بايسيكل بالعراقي، من السعوديه لروسيا. استغرقت الرحله 75 يوم حتى يوصل مثل ما نشوف ما بالفيديو عليه. لانه يريد يساند المنتخب السعودي،
بالمباريات كأس العالم. يحلينا. على فكرة هو في شاب مصري عامل نفس الفكرة برضو، وكان بيواجه يعني كان في حملة على السوشيال ميديا ما كانتش حلوة، يعني انه انت بتعمل ايه يعني اللي انت بتعمله ده بما معناه ملوش اي لازمة. هذا الشيء حقيقي؟ انه بالعجلة يعني 75 يوم بالبايسيكل. بس هي اتعملت كتير قبل كده يعني، اتعملت كتير. بس انا بشوفها حاجة حلوة جدا للتنشيط للسياحة لانه هي ماشي صح بس يا ريت انه يقولوا لنا تفاصيلها مثلا رحلة. هو ايش ده يسوي خلال هاي الايام؟ وين حينام؟ ما هو يعني لا طبعا اكيد ويا فريق طبعا مدى يطلع وحده بس حتى فريق طبي اكيد. اي انه بحالات الاستراحه او شيء انه شنو شلون يحددوها يعني هاي ممكن اعتقد بشكل كبير زي ما بقول لك هي بتبقى مساله هو رياضي اصلا وبيحب العجل فبيعمل الفكره من عنده انه يطلع ويشجع بلده. ممكن تكون اخبار بتساعد اللعيبه مثلا يعرفوا بصوا في ناس جايه لكم من بلدهم بالعجل عشان. واعتقد انه بيبقى في الطريق شويه معديه يعني مش يعني مثلا ممكن من طريق مصر السعوديه مثلا عشان لو هو مسافر من خلالهم في معديه في وقت مش هينفع تسوق العجله لانك معدي على بحر. هتطلع تركب قطر مثلا في حته معينه مش هينفع تمشيها بالعجله حته واعره مثلا. وهمنا على سيره كاس العالم محمد صلاح سافر من اسبانيا الى مصر ويوم السبت راح يبدا التدريبات ويا المنتخب المصري حتى يكمل بالضبط مباريات كأس العالم. وإصابته يعني المفروض أنه عالجها بشكل كامل أو بشكل كبير بعد شوية يعني باقي بس حيقدر يشارك بال سيرة محمد صلاح. بعد عندي خبر عن محمد صلاح أنه تحول في إحدى الجامعات في الكليات في سوريا إلى سؤال اختبار أوكي. عن الإصابة اللي تعرض لها في المباراة اللي فاتت أنه تفاجأ الطلاب فجأة لقين سؤال الدكتور حاط لهم أنه هل هذا الشيء يبرر قانونيا بقانون الرياضة طبعا أنه العنف اللي تعرض له محمد صلاح مبرر لعلة الأسباب التالية أنه اذكروها إيش هي يعني. القانون لأنه تحول إلى شيء قانوني سؤال قانوني بسوريا جامعة دمشق مثلا كلية التربية الرياضية مثلا ولا قانوني قانونيا هو أوكي. يسألهم قانونيا سؤال اللي تعرض له محمد صلاح كإصابة ليه؟ جامعة الحقوق أوكي. أي جامعة الحقوق يس. فكثير من الطلاب جاوبوا بأشياء فكاهية أنه شيء فاني أنه الدكتور أنت أكيد كنت تشجع ريال مدريد أو كذا أشياء فاني كانت الإجابات بس صار يعني صار ظاهرة هو يعني مو غريبة على هاي النهفات في سوريا نهائيا بس انه شيء يضحك ليه انا شايفه حاجة يعني ممكن سؤال زي ده في امتحان يخفف شوية عن الطلبة لو عندهم ضغط منه عمال لك ترى نحن ناس خفيفين دم ايوه طبعا سوريين شعب خفيف من الاخبار الرياضية لكأس العالم انا هرجع لكم شوية اخبار برضو جايب لكم اخبار عشان تبقوا ما تقعدوش تقولوا لي يعني انت ما بقتش تتكلم عن كاس العالم لا لسه عندي اخبار كتير بس عايز اكلمكم عن موضوع حلو قوي في اليونان اكتشفوا انه لما خفضوا بشكل كبير استخدام الاكياس البلاستيك بتاعت السوبر ماركت كان ليه تاثير كويس قوي على البيئه وبشكل كبير انا شفت في بلاد كتير الموضوع اللي هو بتاع تشجيع انك تشتري شنطه الشنطه دي تاخدها معاك دايما للسوبر ماركت وهي اللي ترجع بيها حتى بدأوا يسووها المتاجر يعني بالمراكز أنا بشوف انه يعتمدون الاكياس مو البلاستيك اللي ممكن انت تستعملها اكثر ريسايكلد مره او لاعاده التصنيع بجد بشجع اي حاجه زي كده اي على هذه السيره ذكرت ما اعرف اي دوله بس انه المطعم يستبدل الوجبات اللي بدل ما تدفع فلوس تدفع له سوري تعطيه اشياء بلاستيك من عندك انت كنت مستعملها ويعطيك الوجبه على اساسها فهذا شيء بعد ريسايكلينج يعني وشيء مره مفيد كثير حلو لانه المكان مثلا بتاع في مكان لو فعلا ترجع فيه الازاز البلاستيك ويطلع لك منه فاتوره ده ناس بجد كانت عايشه عليه في دول زي السويد والدنمارك في هنا في الامارات كذا مكنه بينفع ترجعي الحاجات البلاستيك ويطلع لك فلوس او فاتوره نفسي الموضوع ده يتشجع اكتر ويشتغل اكتر ويبقى موجود اكتر وخصوصا موضوع اكياس البلاستيك لان استخدامها هنا في ناس مش مراعيه البيئه ولازم ياخدوا بالهم ولازم شويه وعي عشان الاكياس دي كلها بس هي المشكله ان هي اصلا ده تتصنع يعني حتى اذا هم توقفوا عن شرائها او اخذها العدد موجود يعني عددهم ما يقل فيمكن المشكله من الاساس من المصانع لازم يخففون او يغيرون المواد اللي يستعملوها سياسه صناعيه بقى لازم تتغير ويبقى بيتم بتعديلها عشان تخدم المجتمع وتخدم البيئه بشكل كبير مواضيعنا مختلفه بنتكلم زي ما بتشوفوا كده من كاس العالم للستات مثلا يعملوا شعرهم لكاس العالم
للنساء لكأس العالم. لكأس العالم. لكأس العالم. بنروح من مواضيع مختلفة كلها اللي بيحصل في يومنا الجديد ومواضيع شبابية وغيرها من المواضيع. عندنا سؤال للحلقة بنفكركم بيه. السؤال هو الحاجات اللي بتقابلك بتكون صعبة بشكل كبير بتحس ان هي بتعصر لك حياتك ولا بتديك قوة انك تكمل، بتديك دافع انك تكمل ولا لا؟ اخبار لسه عندنا زي ما قلت لكم، انا هحكي لكم شويه على كاس العالم لانه ماتشات الوديه بتنتهي او خلاص كله دخل معسكرات النهائيه عشان يبتدي. وعندنا كمان عايز اكلمكم في انه الفكره بتاعت الاكياس والبلاستيك والكلام ده كله، وانا هكلمكم عن اجور الفنانين في مصر للدراما في رمضان هذه السنة، صراحة وصلت إلى أرقام فلكية يعني. كل سنة يتعدى لا زادت هذه السنة. طبعاً وخاصة شهر رمضان الرواتب بتزيد بالدراما لأنه الناس كلها مركزة على هذا. ما تزيد بشكل طبيعي، تركز على هذا أوفر يعني. ممكن تكون زادت السنة دي عشان العملة ضعفت والتعويم. إنه في مراكز احتلها فنانين طبعاً معروفين. بأرقام كبيرة. بأرقام كبيرة. هنعرف أكتر عن أسعار وأجور الممثلين في المسلسلات الرمضانية والأعمال الرمضانية من مها بعد ما نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم. ما تنسوش تتابعونا وتفتكروا دايما ان انتم ممكن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والسوشيال ميديا انستجرام تويتر الان تي في. هنروح لبريك ونرجع لكم على طول بعد الفاصل. يلا بينا. مكملين معاكم مشوارنا في موعدنا شباب، وزي ما انتم متعودين عندنا دايما سؤال للحلقه. النهارده بنسال السؤال اللي هو لو بتواجهك اي نوع من انواع الصعوبات في الحياه، هل بتكمل في اللي انت رايح فيه الهدف بتاعك ولا بتعتبرها حاجه بتوقفك وبتصعب عليك العمليه؟ ناس كتير بتعتبر انه اي موقف صعب في حياتها بيديهم دافع ان هم يكملوا، المهم يكون طريق صح طبعا، بعكس ما يكون جاي عليهم بالسلب ويوقف احلامهم وطموحاتهم. دردشنا شوية في الحاجات دي وبعديها دردشنا مواضيع مختلفة. عندنا مواضيع كتير. أجور دلوقتي. في الفلوس. أيوة. في الفلوس. الماني. إيزي ماني إيزي ماني. في الماني طبعاً. رح أتكلم عن الفنانين العرب في الدراما الرمضانية. احتل المركز الأول الفنان الكبير عادل إمام طبعاً. وهو كان ياخذ أعلى أجر ووصل إلى 45 مليون. بس. مليون بس. إيه. جنيه. متأكدة؟ نعم 45 مليون أكثر. جنيه. أوكي تلاه بعد كده محمد رمضان ها؟ بعد كده جاء في المرتبة الثانية محمد رمضان وصل إلى 35 مليون جنيه، ومصطفى شعبان في المركز الثالث وصل إلى 25 مليون جنيه، وهيفا وهبة وصلت إلى 15 مليون جنيه، بينما تساوت نيلي كريم مع غادة عبد الرازق في 22 مليون جنيه. هي الفكرة كلها بقول لك هذا بس في عمل درامي واحد يعني. لو حولناها للدرهم او للدولار هنلاقيها هي قيمه صغيره. قيمه صغيره؟ لان هو الفكره كلها ان الجنيه المصري او الجنيه المصري قبل ما يحصل تعويم كانت العمله يعني بتساوي 2 درهم، بعدين بقت بتساوي 5 درهم لو حسبناها بالدرهم. يعني هلا 22 مليون جنيه قد ايه بتطلع بالدولار؟ لو حسبناها بالدرهم عشان لسه قايل الحسبه بتاعت الدرهم. اعطينا اياها بالدرهم. هتبقى 5 مليون درهم. طيب 5 مليون. طيب مش مستحيل 5 مليون درهم. لا أنا مستحيل مش مستحيل غلط. بقيسها على غلط غلط غلط. لا 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 انا تتفلسة. بدي احسب 45 مليون جنيه. انا ما لا انا بقول 22 برضه ما تجي 5 ملايين كده. برضه ما تجي 5 ملايين. 4 مليون 5 مليون. نو واي. ايوه ما بقول لك سهله جدا. هي الدرهم ب 5 جنيه فالحساب يعني قد ايه هلا اذا 45 مليون اقسميهم على 5 اقسمهم؟ اوكي ايوه 9 مليون. طيب 9 مليون طيب درهم. انت قلت 4 مليون 5 مليون. طيب ليه بتتكلم على 20 مليون؟ هذا تمثيل. انا كنت بتكلم على 20 مليون بس هذا تمثيل. هذه ارقام فلكيه. معلش يا جماعه كلها كم مليون؟ لا دي انا بالنسبه لي دي مش ارقام فلكيه لان واحده واحده انا مش بقول هل الفنان يستحق ولا ما يستحقش، دي مش قصتي خالص. انا بتكلم على اجور الفنانين من الاعمال اللي بتحصل ومن الدعايات اللي بتحصل ومن الانتاج، يعني ليه المنتج بيديله الفلوس دي؟ مش هي الاعمال دي بتروح لقنوات بتشتريها لاعلانات بتعلن عنها وسبونسرز وفيها قصص كتير. فانا بتكلم ان صناعه السينما فيها فلوس، فيها اقتصاد كبير، ودي القسمه الصح اللي بتتوزع على
ما يسمى بنجوم الشباك هي صارت على المشاهدة. ميزانية ممثل واحد بس تاخذ نصف ميزانية المسلسل كامل. أي. انت متخيل؟ لا بس الانتاج بيصرف على كل حاجه، ما هو لو صرف على ممثل واحد من غير ما يصرف على الانتاج هو عليه بخساره. هو طبعا بيدي يعني مثلا لما بيجيبوا عادل امام اكيد عشان يضمنوا عدد من المشاهده معين ويقدر ينجح كعمل ويجي له فلوس من شراء او بيع المسلسل او بيع العمل الفني يعني. لكن انا بتكلم على الفكره كلها انه طب انتوا مثلا ما بتشوفوش اسعار الفنانين بره بياخدوا قد ايه؟ وين بره؟ يعني انترناشونال قصدك؟ ما فيك تقارن. انا بعتذر منك. ازاي؟ ما انا بتكلم المقارنه هنا بالاعمال السينمائيه والانتاج السينمائي. هل احنا مقتنعين ان السينما دي اقتصاد كبير ولا لا؟ ده نمره واحد. طيب هي اقتصاد كبير وبتهتم بيه، حتى دول الامارات بتهتم بيه بشكل كبير، السعوديه بنشوف دلوقتي، ومصر ولبنان، سوريا، والاعمال السينمائيه كلها والاعمال الدراميه بتشكل اقتصاد، وفي ناس كتير بتشتغل ورا الموضوع ده. لما يكون في نجم بيتصرف عليه عشان عدد المشاهده، عشان يعني اقصد ان هي دايره اقتصاديه كامله. في فنان بيحظى بمبلغ مادي. انا مش بعارضكم في ان هي ارقام فلكيه، انا عارف ان هي ارقام كبيره، بس هي ليه كبرت الارقام دي؟ لان العائد كبير. هو ده اللي انا بفتح فيه الموضوع او بتكلم فيه. العائد كبير ما اختلفنا، وفي فنانين مره كبار ومعروفين، بس في تفرقه صار يعني شيء، يعني مش انه توازي مثلا، انه صار شيء واحد ياخذ بالملايين واحد ياخذ مثلا بالالاف. ما انا عشان كده بقول لك لازم تبقي حاطه العوامل كتير. هو لو طلع الحاله اي ممثل ما راح يقدر ينجح الا بوجود الممثلين اللي حوالينا. بس هو حسب خبرة الفنان وعمره طبعا، يعني عادل امام على العمر والشهرة أكيد. فهذا الشيء اثر على الموضوع. انا هنا اتكلمت لك في عنصر اولاني، هو تعويم العملة هو اللي خلى الرقم يزيد. يعني ما كانش 45 مليون لما كان الجنيه ب 2 درهم، كان هتلاقي مثلا عادل امام بياخد ساعتها 20 مليون بس. بس خد بالك بعد ما العملة حصل فيها تعويم كل سنة يزيد المبلغ. طبعا كل سنة يزيد، كل سنة بيزيد لان الاقتصاد يعني بيزيد في اي حتة. الفلوس بتزيد في اي حتة، وانت عارفة اللي انا عن نفسي ابغى اصير ممثلة خلاص. يا جماعة في منتج او مخرج بيتفرج علينا نعمل لها كاستنج سريع. طب ما مشهد تمثيلي سريع. لا شكرا. ما ازاي انت عايزة مش عايزاك يا عنبة. ماشي التمثيل زي ده كفايه بقى. يعني مثلا تعرفي تعيطي على الهواء؟ تعرفي تعملي مشهد درامي؟ انت ممثل حاجة ترمشي على الهواء. انت عايزه ابقى ممثل؟ انت اي حاجه تحدفها عليا انا طبعا عايزه ابقى ممثل. اعطينا موقع. 2 مليون جنيه بالنسبه لي تماما. اعطينا هيك انت متواضع هيك شيء درامي. يلا ابكي هلا. انا بدي اياك تبكي. بدي بجد يعني ممكن اعملها على فكره. يلا عشان اذا بكيت كلنا راح نبكي. فاهم هذا هيجيب كثير فيوز. يلا بكي بجد هيجيب كثير عشان كتر يا رب من اللايك والشير. المخرجين ياخذونا كمان. هحضر لك مشهد تمثيلي ماشي؟ لا ما في تحضير. الممثل انت عايزه دلوقتي انا تقول ابكي يبكي. حسن جوه هيد ولا ايه؟ انت بدون كلام مش عارف تمثل. بص شفتي يوضع سره وفاضي الخلق. الصخره اللي تتحطم عليها كل الامان. انا بمثل وانتم المشاهدين مش فاهمين. يلا بدنا هيك شيء تمثيلي. يلا انا اتحمست. ايوه انت عايزه ابكي ولا عايزه اعمل ايه؟ يلا ابكي. يلا ليش بكى فعلا؟ انا على فكره مشهد الكوميدي اصعب. لا لانه مشهد البكي كثير اصعب. ماشي اوكي. ونحن بدنا نحاول نجذب كل افتكر حاجه كده كل شركات الانتاج. كل شركات الانتاج هلا بدنا نفرجيهم عنبه. طب يعني مشهد بقى تمثيلي وهبكي فيه هدوء بقى شويه في اللوكيشن عشان انتوا الصراحه. بصي طب انا اعيط ازاي؟ بهزر ده. انا بهدى نفسي. نفسك انت تحكي. ايوه ميوزك باك جراوند ايش في الموضوع شفته. هو ده تحط الواحد في المود. فاكر لما كنت مش عارف اصلا من هو مش عارف الزبون يجيب الدواء كل ده كل هذا السيناريو. اسمع كل هذا السيناريو عشان يجور الفنانين. انا بشوف الفنانين رح نعمل اي حاجه نشتغل ممثلين. لا يعني لازم احتاج خلاص. حسن بيقول هيعمل لي مود كويس عشان اكو هواي ممثلين اصلا يسوون دور العياط بدون دموع.
يعني حتى لا حتى القطرات يعني بس طلعون الاصوات ويسوي الشكل فانت يتهيأ لك انه هو اللي يبكي بس هو ما يسوي شيء. لا بس انا لا ممكن اجيب لك العياط يعني جيب لي الدمع لا يعني انت بتمسح اقدر بس ما ينفعش تقعد تحكوا كده شفتوا بس الممثل طب ليش ما انت ليه ما هقول لك على حاجه عمرو اديب عملها مره مع محمد رمضان وفعلا حصل هدوء في اللوكيشن ما فيش دقيقتين كان الراجل معايا صدق صدق يعني انا يعيط وسط الضحك لا لا صدق توني اليوم شفت الفنانه الكويتيه ناسي اسمها يمكن ما بي أغلط بس قال لها المذيع كانت على الراديو بس صوروها قال لها اضحكي ضحكت بصوت مرة عالي في نفس الوقت قال لها ابكي والله العظيم ما شاء الله في عليها اللحظة. في نفس اللحظة بكت مستحيل والله العظيم الحين أرسل لك إياه طب استرجع مش جاي لا لأنها ممثلة صدق فعلا ممثلة يعني محترفة قصدك ايه حضرتك ماشي انا هوريك دلوقتي حاضر بس لو ما جبتليش عقد عمل بعد كده في السعوديه اكتر من 20 مليون هننتقل لموضوع تاني دلوقتي بنتكلم على القهوه وكنت لقيت دراسه جديده بتتكلم على ان القهوه لو اتشربت في مواعيد معينه بشكل كبير هتعود عليك بالنفع يعني ممكن تتناولها في مواعيد معينه هتعود عليك بالنفع او هتكون تصير مفيده يعني دي دراسه اتعملت لقوا انه ما ينفعش تشرب القهوه بطريقه عشوائيه فاحسن حاجه ان انت الدراسه دي بتقول انه لازم اوقات معينه وكل واحد ليه اوقاته فانت ممكن تعمل لها بعض من التحاليل عشان تعرف انت تشرب القهوه بتاعتك امتى ايه هو حتى موضوع الاكل يعني ريسنتلي انا اكتشفت انه الواحد حسب زمره دمه لازم اكو اكلات معينه ياكلها او يتبعها ما يصير همين الاكل حسب زمره الدم ما يصير تاكل اكل عشوائي سمنك في اشياء ما تسمن غيرك مثلا سمنك انت مع انه هي تحتوي على زيوت بس في دمك تخليك عادي تاكل اكو زمرات دم مثلا ما يصير ياكل هوايه لحوم او لا مظبوط اللي انت بتتكلمي فيه ده تحليل انا رحت مع حد يعني اعرفه عمل تحليل معين التحليل ده بيقول لك ايه الاكلات اللي فعلا تاكليها وايه الاكلات ما ينفعش تاكليها وبابا سواها مره لانه هو كان يحب ياكل رمان هوايه لانه الرمان طبعا مفيد بعدين ورا ما سوى هذا التحليل اكتشف انه الزمره الدم ما ينفع انه ياكل رمان وبيزيد بشكل عكسي والقهوه نفسها نفس الفكره ان انت لو عملت تحليل تقدر تعرف انت انا اللي اعرفه من غير تحليل يعني القهوه اول ما تقوم من النوم كذا اول ما تفتح عينك تروح تسوي قهوه طب انا هقول لك على حاجه دي ده تعود ده خلاص يعني ايوه بس انت ممكن الناس هم ماخذين فكره انه هي هتصحينا بس هي ممكن اوقات تختلف انا قريت دراسات وقريت كتب بجد بتتكلم على انه ما فيش حاجه اسمها افطار غدا عشاء مثلا يعني افطار غدا عشاء دي كل الوقت لا مش تاكل كل وقت برضه بس يعني مش بالظبط جسمك يعني مش يطلع. لازم تصحي تفطري وتتغدي دايما على طول محتاج لاكل شو بعمل ضل عم باكل انت ما هو كل واحد لو قدرنا نستخدم التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي ونروح اعمل التحليل واقدر اعرف انا جسمي المفروض اكل ايه وما اكلش ايه بشكل كبير هتساعدك على انك تبقى عندك وقايه من امراض كتير بشكل كبير هتساعدك ان انت تعيشي بطريقه صحيه اكتر بشكل كبير هتساعدك يعني مثلا بنات كتير اعرفها بالذات البنات كل ما ياكلوا حاجه بطنهم وجعاهم بيحصل لهم الام معينه فانا بتكلم انتوا واضح ان انتوا بتاكلوا حاجه غلط واضح ان انتوا بتاكلوا حاجه عكس هرموناتكم وعكس فصيله الدم الولاد ممكن تبقى معدتها اقوى شويه بيستحملوا اكل مع ان انا برضو بحس ان في اكلات معينه باكلها بتعب جدا مش قادر يعني حتى على موضوع الناس اللي حابين يخسرون او يزيدون الوزن يعني انا من الناس اللي سكيني معروف عني بس انا اكل اكلات يعني ممكن تكون الكميه صغيره بس اكثر من مره باليوم بس ممكن هذا الشيء هو اللي مدى يخليني اكسب دهون او اكسب الشيء المفيد لجسمي حتى يوصل الفات للنسبه الصح فممكن انت همين لما تروح تسوي تحاليل هو يقول لك شنو نوع الاكلات اللي لازم تاكلها حتى يزيد الوزن او انه ينقص يعني اكو ناس عندهم فكره انه اذا انا اريد انزل وزني لازم خلص ما اكل ولا شيء وهذا الشيء طبعا غلط انه لازم اكو اكلات معينه تقدر تاكلها بكثره وخلص ما حتاثر على الوزن هي يعني تقسيم الاكل خلال النهار بيرفع من نسبة الميتابوليزم مثل ما بيقولوا فأنت يمكن يكون عندك نسبة الميتابوليزم عندك كتير عالية فجسمك كتير بيحرقها بسرعة تاكلي من هون بتحرقي من هون وفي ناس كتير هضمة أصلا سريع فبس بس يعني تهضم بسرعة دغري خلاص هي وفي ناس ما شاء الله جينيا عندهم جينات أنه من أهلهم هو وراثة يعني مهما كلوا مهما كلوا ما يسمنون لو إيش ما أكل ليل ونهار ما يسمن في هيك وفي هيك هنرجع لكم بعد الفاصل نتكلم اكتر عن اخبار غريبه وكمان هنتكلم عن كاس العالم وهقول لكم كاس العالم من حته الفنيه شويه نتكلم عليه بس هنطلع الفاصل سريع ونرجع لكم تاني فاستنونا ويلا يلا بينا
مكملين معاكم موعدنا شباب، ولسه عندنا مواضيع كتير هنتكلم فيها. كنا قبل ما نطلع الفصل كنا بنتكلم على اجور الفنانين، وكان في بينا شويه نقاش حاد كده عشان انا شايف ان انا ما اقدرش اقول عن اجري يا جماعه لو سمحتوا، ما حدش يسال اقل من 20 جنيه ما بتاخدش، لا حد يسالني اخاف من العين يعني. لا فكان انا كنت شايف ان الاسعار عاديه او بشكل كبير ممكن تبقى اعلى ولسه مش هبقى مخدود. هم شافوا ان هي ارقام مبالغ فيها، وحصل بيننا نقاش شويه، حاولت افهمهم ويفهموني. منها الى اخبار اغرب واغرب. لا صراحه اليوم يعني شوي اخباري حزينه شوي. اليوم بدنا نحكي عن مرضى سرطان الثدي. عندي شويه هيك ستاتستكس على الموضوع. في عنا ارقام صادمه كثير، اكثر من 17 مليون اصابه جديده بمرض السرطان حول العالم، وقرابه 89 مليون حاله وفاه في خلال السنة اللي نحنا وصلنا لها. مع الأسف أنا بحس أكثر أنواع سرطان تو يعني بالتوعية هو سرطان الثدي، كتير بينعمل له توعية بال يعني على السوشيال ميديا أو على awareness بشكل عام، إنه أكثر شيء بيطلع عليه هو سرطان الثدي. لدرجة مع ذلك يعني شايف إن أرقام لسه أرقام هائلة، عملك 89 مليون حالة وفاة. اعتقد انه يبقى لسه مطلوب توعيه اكبر، لسه مطلوب مبادرات اكبر، لانه هي يعني الصراع كبير، الصراع مش سهل، الصراع محتاج المجتمع كله يقف فيه يعني، والدول العربيه كلها. ما هي هي اللي بيصدمك. صار في كثير ابحاث طبيه وكثير تقدم من هاي الناحيه، حسب حتى من معرفتي يعني، انه بعرف انه اكثر شيء تقدم واكثر شيء ممكن الواحد يتعالج منه، هي في علاجات لكم من نوع من مرض السرطان. بس انا بحس انه كمان السرطان ككل لازم له توعية كبيرة، يعني مو بس لانه في قسم مدخنين كبير نحن بدنا نوعي على سرطان الرئة، مو بس لانه في كتير نساء ونسبة ضئيلة من الرجال ممكن تنصاب بسرطان الثدي. يعني بس نحكي على سرطان الثدي في كتير أنواع من الصراحة سرطانات اللي برا لازم الواحد ينحكى عنها. وهي والأحداث أو مثل ما بيقولوا symptoms، مثل ما بيقولوا في شغلات الواحد يعني بشكل عام هي لازم يبعد عنها، لأنه لاحظت أنه الأمراض كلها بيرجعوا بيعدوا لك والله التدخين والله السهر والله كترة الشرب أو كترة كذا كذا كذا، يعني أنه في عوامل تانية أكيد لا لازم الواحد يتوعى عليها. وأكتر شيء لازم يصير في توعية عليه إنه لما بتصير معك هاي العوارض ما تطنشة. طبعًا. لازم تروح دغري على الدكتور. وحتى أثناء فترة التوعية بهذا الموضوع دائما يقولون إنه أنت روحي فحصي حتى إذا ما حاسة بشيء. يعني صح. بس ان كيس كل اتليست 6 شهور كل سنه الراجل او الست او الطفل او الاب او الام لازم يبقى فيه طبعا يعني فحص دوري، على تعمل تحليل دم شامل، تعمل فحص كامل عشان تعرف اكتر الوقاية من العلاج. لانه طبعا اكتشاف المرض من بداياته يعني يوفر اشياء مره كثير، وممكن في حالات كثيره تعالجوا لانهم اكتشفوا هذا المرض من البدايه، فقدروا الحمد لله انهم يتعالجون. بس طبعا مرات قبل ما ينتشر بالجسم وينتشر توصل الى مراحل صعبه هنا مرات مع الاسف. يعني نتمنى ان انت مره ثانيه تجينا باخبار انه الارقام تغيرت وتحسنت ان شاء الله. لا انا انصدمت صراحه لما كنت عم شوف لما شفت هيك ارقام، يعني بصراحه ارقام خياليه، ومن اللي انا بعرفه انه صار في علاجات و و و و و بس الموضوع جدا جدا محزن. وخبر حزين ثاني. اليوم انت ساعه وهي عم تطلبني بالبكاء وانا قلت اكيد بتستعد للاخبار. ممكن هسه تبكي على الخبر. انا ابتديت احس انا علي غرغرت. بس يا جماعه بس خلص اللي صار بالهند انه في اب تخلى عن بنته الرابعة، وبس ما تخلى عنها بطريقة انه هو لانه عن جد او انه رماها او قتلها او حطها بالشارع او شيء، لا هو راح على بالنهاية محل للصلاة، محل يعني عبادة، حتى بكنيسة احدى الكنائس بالهند عم تطلع حواليه. حتى قبل ما
ما انه يخليها ويتركها باسة على راسها او باسة بوسة هاي بوسة وحطها ومشي. السبب اللي هو عمل فيه هيك طبعا بعد ما شافوه عبر الكاميرات وجابوه قالوا له انه انا ما عندي القدرة المادية اني ربي هذا الولد الرابع او ما بقدر اني حتى احمل مسؤولية الولد. ليش تجيبه يا اخي اذا انت ما انت قادر تربي عيال؟ ليش تجيبهم يعني؟ مو حرام يعني هذا الموقف؟ يعني انه هذا الشيء مو حرام يعني انت اب يعني انت تجردت من كل احاسيس الابوه واحاسيس الانسانيه اللي موجوده ورميت ابنك هذا يعني ما اعرف انا. بس هاي الحاله تبقى احسن من هواي ناس اكو ناس بالزباله تلاقيه ترك طفله بالزبل يعني هو ما يهمه اصلا انه شنو حيصير بيه بس هذا قولي تركه بمكان للعباده حيجوا الناس ممكن يهتمون بيه احسن منه او اذا يوديه الميتم او اماكن انه ممكن هي تهتم بيه احسن منه واكو ناس حتى يرجعون ورا فتره يرجع ياخذ ابنه انه هو خلاص هسه يقدر يربيه او يقول له المجتمعات بتعاني اكيد من مشاكل اقتصاديه طبعاً. بيحصل هي دايره كبيره جدا منه الى لا بس انا متاكده كمان الفكره انه هي بالكنيسه فلما الكنيسه بتسمع هيك وانا بعرف سمعاني عن جد بكثير كنائس دائما بتستوحي وبتاخذ وبتدرس وبتعلم وبتساعد ماديا هدول العالم والمحتاجين فهو يمكن حتى كانت فكرته انه يحطها بمحل انه للمعبد فلما بتشوف الكنيسه انه هي هي حاله معينه او هي هي الحاله اكيد رح يكون في مساعدات بعد ما يسمعوا هاي القصه واكيد رح ياخذوه مشان انه ينبهوا او انه لا يوعوا او لا يعملوا له شغله توعيه لانه بالنهايه قدر الامكان قد ما كنت وقد ما صار بتضلها بنتك. مواضيع زي ما قلت لكم تبقى ليها مشاكل اقتصاديه في بلاد معينه بنشوف منها اخبار كثير نتمنى انها تنتهي من عالمنا خالص. منه الى الفرحه شويه ونغير من المود أرجوك. ونتكلم عن كاس العالم. عايز احكي لكم على انه في حفلات كتير في كاس العالم هتتم من غنائيين وموسيقيين مصريين. عمرو دياب قرر يعمل حفله في كاس العالم عشان يعني استغل فرصة ان المصريين كتير متجهين وهو فرحان كمان هو من الناس اللي اول ما مصر صعدت الى كاس العالم عمل اغنية بفرحة كاس العالم اكيد والاغنية انتشرت بشكل كبير جدا لانه كانوا يعني زي ما انتوا عارفين 30 سنة ما صعدناش كاس العالم. السعودية كانت صعدت كذا مرة مغرب تونس جزائر لكن مصر كانت شوية بعيدة عن الصورة فكانت فرحة كبيرة وبعديها عمر خيرت كمان موسيقار معروف بتعرف عمر خيرت كويس اكيد انا عارفه من فيلم زكي شان بنحكي عليه خيرت دي لا بس يعني مش ده عمر خيرت اعرف بس هو جاب سيرته بالضبط لكن طبعا موسيقار يعني انا حضرت كذا حفله ليه من اروع الموسيقيين الموجودين في العالم العربي وهيعمل هو كمان حفله في روسيا فناس كتير ممكن تبقى هي رايحه تحت الماتشات يبقى انا اعتقد لو لقيت فرصه ان انا اروح اي حفله من الحفلتين هروح طبعا لانها تبقى ظريفه جدا لان السفريه كلها مش كوره هي كرنفال زي ما قلنا واعتقد فكره حلوه اتمنى ان يبقى في غنائيين عرب تانيين رايحين يعملوا ايه حفلات هناك إن فرصه شاء الله. تبقى فرصه ظريفه للمنتخب يا سلام لو كسبوا كمان احلى واحلى احلى واحلى بالظبط دي عارفه اغنيه مين عمرو دياب برافو احنا مكملين معاكم مشوارنا لسه باخبار كتير وعندنا كمان بعد شويه بدون كلام هنلعبها وبعديها هيكون عندنا السكتش اللي بنتفرج عليه يوميا ونعرف ايه اللي بيحصل فيه هنطلع البريك وفاصل سريع ونرجع لكم تاني فيلا بينا يلا بينا مكملين معاكم موعدنا شباب وصلنا لفقرتنا اليومية وهي اللعبة بدون كلام مين هيمثل؟ انت مثل انا ما رح امثل انت واخدة اجازة؟ طيب انا همثل لمين؟ يلا بينا يلا فيلم كلمة واحدة اثنين عمود لام ال اوكي الذبابة نحلة بتنط على في شطورة النحلة وين بيتها نسيت اسمه يعني خلاص هو
مين تفنور؟ شو اسم بيت نحل؟ شو اسم بيت النحلة؟ أيوة ها ها ما مسيرك ما تعرف صدقنا. شو اسم بيت النحلة؟ أيوة شو ها الشهد الشهد الشل ال حرام 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 حسن والله العظيم حرام. شو اسم بيت النحلة؟ لا هاي أدريت مش تمثيل ها بجد. أنت حتى في الغش مش عارف. فقدان الذاكرة عندها زهايمر. أخيراً الله أكبر. تفضل. أنا من الحين أقول لكم وللمشاهدين أنا من جد فيلمي جد جد بس ما يتمثل. مصري؟ إيه ما يتمثل. سهل جداً. والله ما يتمثل. سمي كده. فيلم كلمتين. الأولى. ممكن امثل انا ممكن امثل انا وانت مش عايزه تمثلي فرجينا كيف يلا يلا يلا, يلا. اوكي يلا. كلمتين كلمتين مين. ثلاث كلمات ثلاثه اي اي اللي بالنص و اول الاولى اولى ملائكه شيطان ملاك ملك خير وشر خير و خير و خير و هدوء اطمئنان سكينة ما اعرف فيلم اسمه خير وشي هاي هاي ما شاء الله كلكم صرتوا تمثلون خير ورضا لا خير و... لا يشبه يشبه خير و هاي رضا حمد لا خيرو نفسها بني طلعت من مصر لك موجة موجة خيرو استني استني الثانية الثالثة اسمين أول اسم الاسم الأول نط برافو موجة بحر أيوة إيه بقى بحيرة مسبح اتفقتوا علي عشان الكلمة التانية بس شوفتوا بيتمثل ولا ما بيتمثلش يلا 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 يتحمل وش خير وحمد ما أنا قلت جنب حمد على طول يعني تاني شمال شكر طب بلاش بلاش يلا خلص الوقت لا ما خلص الوقت لسه طيب حبيت شو حبيت لا 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 خير وبركة قلتي بالكلام كلنا شاركنا هو انا اتفق معاكي صعب بس هي الكرياتيفيتي لازم تلعب دور كرياتيفيتي خليه كان صعب طيب انت كنت تعرفي تمثلي الخليه لا نحل عادي يعني راح تسوي شيء زي كذا وردة نحل أصلاً. اكيد هذه سهله طب وخير خير خير بركه هي بركه صعبه بس كتيجي يعني هي كانت ممكن تلقطها النهايه اللي بعد ما قالت لها حبه ما هي حلاوه اللعبه في كده اصلا انت عايزه لا كل الافلام سهله بس انه شيء يتمثل اتليست مشان ما مشان ما تزعلي اثنيناتنا ربحنا اوكي كلياتنا مثلنا انا ما عندي مشكله مين يربح مين يخسر بس بالفيلم الفيلم خير وبارك مستفز انا اللي بحب انت بتحبي الافلام القديمه اكتر يعني من الجديده يعني انا قلت لك مثلا اسماعيل ياسين في البحريه لا تعرف. ما ما تعرفيش افلام لا. قديمه طب والسبعينات فقره السبعينات الثمانينات انا نسيت اني انا في الافلام الجديده الافلام الجديده غير البركه اكسبوا طيب احنا مكملين معاكم مشوارنا موعدنا شباب وبعد شويه هنكون مع السكتش عندنا سؤال للحلقه بنتكلم فيه دايما وهو السؤال بيتكلم على لما بتواجه صعوبات في الحياه هل بتحس ان هي عائق قدامك ولا بتكمل وبتحس انها بتديك دافع ناس كتير بتاخد الصعوبات انها دافع وناس كتير بتاخد الصعوبات صعوبات اكسبيرينس بشكل عام حلو الكل ياخد هذا الشيء انه اكسبيرينس بشكل عام عندي معنى بس كان بدي اسال سؤال عندي سؤال بس هيك عندنا وقت لأن أنا بدي ألعب لعبة معلش أوكي بس بدي أجيب التليفون شو اللعبة؟ هلا هي مو لعبة طبعا لما هي طلع لنا اللعبة عايزة أقول لكم على النهاردة الساعة 11 تابعونا على اللايف أي حضرتك دواري عليها هي جاهزة عقبال ما تخلص ريم الساعة 11 شوفونا على اليوتيوب لايف هتشوفوا فقرة جميلة جدا يوتيوب ولا فيسبوك
الفيسبوك لايف. شوفونا على الفيسبوك لايف، وهلا تابعونا على اليوتيوب لايف. طبعا اللي مش قادر يتفرج علينا على التلفزيون وقاعد على النت مثلا ممكن تشوفنا على اليوتيوب لايف، وكمان تابعونا الساعه 11 على الفيسبوك لايف، واسمعونا على الراديو، واسمعونا على الراديو كمان، ونزلوا تطبيق الان مع بين ما انا لاقي هاللعبه او قبل ما تلاقي هي اللعبه كمان. عايزه تاخذ حلقه كامله بارقام اللي ممكن تتواصلوا معنا فيها، وكمان عايزين لا اصلا انا بسمع حسن بيقول لي الريم فتحت صراحه. طيب خلينا نكمل عشان احنا على الهواء. عايز افكركم بانه تقدروا تشوفوا كل الاخبار بتاعتنا على السوشيال ميديا على الانستجرام، تابعونا على الان تي في. كرامتينا هيكون او هنكون من مطعم كرامتينا الساعه 11 لايف على الفيسبوك، وهنعرف اكتر مع ريم. هتروحي تاكلي معامله اللعبه يا جماعه حاجات كده. طيب خلاص سيب اللعبه خلينا نكمل برنامج. لا بس اللعبه تكلمت. انا من رايي ان نلعب لعبه اللعبه هي كانت انه انا بدي اسالكم يعني سؤال. بدي اشوف اذا انتم يعني بتتطابقوا مع الناس اللي تحت فئه القوى العقليه. في 10 صفات. لا في 10 صفات. لا في 10 صفات بالبني ادم هي بتدله اذا هو عنده يعني قوه عقليه معينه. تمام، قوه عقليه معينه خارقه عاديه نص هي يعني هي نص نص يعني هي طبيعيه ضمن مع هيك مع الانسان. ايش هذا؟ حاجات منتل. حاجات منتل. حاجات منتل يعني. لا هي فهمت انا قصدي كملي. حتى ما فشلوا anyways. ايه فكل واحد فيكم بده يعطيني 5 صفات عن نفسه دلوقتي. 5 صفات. ايه طيب جدع ما شاء الله ما اكيد يلا يتكلم على الصفات عن نفسه هيقول صفات كويسه يعني. لا 5 صفات انت عن جد بتتميز فيها، او انه 5 صفات انت يعني يا عمي انت انسان دائما على الوقت، ولا انت كثير بتفكر، ولا انت يعني هالشغلات هي بسرعه. ما هو دي الفكره، المفروض الصفات دي الناس تقولها على حد مثلا من بعد ما تعشوا، لكن لو انا قلت على نفسي يمدح نفسه بالظبط. انا اقصد كده يعني هذا الشيء غلط. اما انت اساليني هل انت مثلا على الوقت دائما مثلا يعني. لا بدك تقول لي 5 صفات انت يعني 5 صفات العالم بيقولوها عنك. انا لو قلت لك الصفات دي انت هتحللي قوتي الذهنيه. ده المغزى من اللعبه. 5 صفات مشان ما يقولوا العالم انه انت شايف حالك وكتير فايت بنفسك. شو اسمه، قول 5 صفات او اكثر صفات الناس توصفك فيها. الحمد لله على كل شيء. انا مؤاخذه هي دي عامله زي الفيسبوك لما تقول لحد. ايوه هي بتسالنا على الهواء بسرعه. 5 صفات الناس بتقول صادق او حسن. حسن عاشرني اهو عارف ان انا صادق. طبعا الحمد لله الواحد بيحاول يتجنب الكذب يعني بشكل كبير. تاني صفه بكره التاخير يعني ما بحبوش، فما يعني بجد اتعلمت ازاي الواحد يبقى اون تايم. كمان ايه you're always late to studio. البرنامج ابتدى ما كنتش موجود. ده ثالث صفة بقى نطلع بريك عشان انا لازم اشوف لهم حل فعلا يا حسن. ايه الناس دي؟ بعد ما نرجع من البريك لا السكتش بقى عشان انا تجرب صح؟ يلا بينا بريك. يلا موعدنا شباب لسه مكمل معاكم، وصلنا لاخر محطتنا وهي محطه السكتش بنتفرج عليه. بس قبلها ريم عايزه تقول لنا على حاجه مهمه جدا. اتفضل يا ريم. شفت بس انا نسيت العشر سمات لانه ثاني اعمل هذه العشر سمات. خشي خلصينا. المهم يعني ما قلت لي 5 صفات منك. طيب انا دلوقتي عايزه اقول لكم ان ريم كانت عايزه تقول لكم ان هي هتبقى في كارانتينا النهارده الساعه 11 بالليل طالعة لايف على الفيسبوك، واللي حابب يشاركها ويتواجد في المكان هتستمتعوا جدا لان عندهم اجواء اكتر من رائعه. اليوم انا حكون موجوده ان شاء الله على الفيسبوك لايف، حكون معكم على اللايف طبعا، واللي بيحب يجي على كرامتينا ميت اهلا وسهلا. حنعمل هيك لقاءات حلوه، وححكي عن المحل، وححكي عن الاكل، وححكي عن الجو بشكل عام. فبتمنى اني اشوفكم هناك، وان شاء الله كلكم تكونوا
واللي إيه؟ في جوائز انا ما كنت بعرف انه في جوائز، في جوائز معنا وللي بيحب يجي هيك يربح معنا. اللي يحبون هاي الاجواء القعدات واللمات كرمتينا كلش حلو يعني، حتى باجواء هاي شهناز عم تعمل ريفيو على الهواء اجواء برمضان كلش حلوه، وانا مجربتها هوايه، فاللي من افضل الاماكن اللي حابين يعني يحكي له برمضان لانه قريب على جامعتي هو بالميديا سيتي، فاللي حابين او قريبين على المكان خلي يشوفوا لانه صدق حلو. اوكي منه الى السكتش، يلا بينا حسن نلعب السكتش ونشوف النهارده القصه عامله ازاي. على فكره ناس كتير بتبعت لي ردود افعال بعد السكتش بتضحك جدا جدا جدا، مستمتعوا بيه. جاهز؟ يلا بينا. الله يخرب بيتك على اللي انت عملتيه. في حد يعمل كده يا بنتي؟ امال كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ ايه اللي عايزاكي تعملي ايه؟ يا قلبك الجاحي يا جرأتك. ايه رايك بقى؟ عيب عليكي. يعني انا بقالي شهر بتحايل عليكي تخرجي معايا، ويوم لما تقرري تخرجي تروحي خطوبته؟ هو احنا مش اتفقنا ان انا اتعامل عادي جدا؟ ايوه اتفقنا ان انت تتعاملي عادي، بس مش تحرقي قلبه يوم خطوبته. ما انا قلت يعني ان انا لازم اشوفه واواجهه واتعامل طبيعي بقى في حياتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يسلمك يا حياتي. اتفضل. منى صاحبتي. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اشرقت الانوار. ما كنتش اعرف انك جاي النهارده. ما انت حضرتك مش متابعه بقى. سيادتك لو بتتابعيني هتعرفي ان النهارده اخر يوم في العباره. يا خبر. فارس على فكره متخرج من سنه وبيشتغل في شركه كبيره في البترول. اه ما هي رنا حكيت لي عليك كتير. اوعى بقى تكون مسوقه سمعتي معاكي وبتقول لك بتعجاز وكده. ايه حيلكوا حيلكوا حيلكوا، انا ما جبتش سيرتك اصلا. ما انا جايب الكلام ده من عندي. ده بس ان هو محور الكون. بس يا خفه بس اهدي اهدي ضيفه عيب. واضح انكم بتطيقوا بعض قوي. قوي. ما يغركيش انا بحبها جدا، دي قلب الصغنن دي، بس هي مجنونه شويه. قلبك الصغنن ومين بقى قلبك الكبير؟ الشغل. قلب الكبير هو الشغل. ماشي. ما جبتش بقى لاختك حبيبتك حاجه معاك؟ وانا اقدر انسى اختي؟ اقدر انساها. اختي اللي همها على بطنها لازم اجيب لها اكل معايا وانا داخل. شويه كحك بقى، انما ايه يستاهلوا بقك. كحك؟ يعني انت مسافر كل ده ورجع لاختك بكحك؟ نعم. طب بصي ما تركزيش معاها، انت بسم الله ومدي ايديكي. لا لا والله مش جعانه خالص. والله مش جعانه. ايه اللي يشوفك من ساعتين لما خربت الخطوبه ما شفتيش؟ رمي شويه هديكي مجنونيات على وشك. ما قلتيش انا سامعك يا بت. اهدي اهدي يا حبيبتي. بصي انت لو قعدت كده مش هتاكلي، احنا على طول بنقضيها هزار مع بعض. ف نعمل شاي ونقعد. لا مش هنعمل شاي، احنا هناكل. يلا مالك يا رنا؟ حاسه في حاجه مضايقاكي. انت عارفه ان انا بحبك اكتر من اختي صح؟ وانا كمان والله بحبك جدا، بس فارس يبقى اخويا بجد. مش فاهماكي. فارس اخويا بيحبك وعايز يتجوزك. انا ما عنديش مشكله خالص، بالعكس ده انا اتمنى. بس انا بصراحه حاسه ان انت لسه ما نسيتيش احمد، والموضوع ده بالنسبه لي مشكله. بصي انا يمكن يعني بفكر في احمد، بس انا عمري ما هستغل فارس علشان انسى بيه حد. بس ده جواز مش لعب عيال، يعني لازم تفكري كويس قوي. وبعدين انا بصراحه ما اقدرش اسمح لفارس ان هو يكون رقم اثنين. رنا انا مش وحشه يا حبيبتي. مين قال بس ان انتي وحشه؟ توعديني ان انتي هتصرحيني لو في اي حاجه. رنا انا عايزاكي تتاكدي ان انا خلاص يعني شبه ان انا نسيت احمد اصلا. هو انا اتمنى ان الموضوع يكون كده بجد. انا عايزاكي تتاكدي من كده. يا ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي. ويخليكي ليا يا رب. على فكره انا عندي ليكي خبر حلو قوي. ايه؟ فارس راح يتقدم لك النهارده وطلب جواز على طول، ما طلبش خطوبه. ايه ده بجد؟ والله العظيم. الف مبروك ليكي يا عروسه. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. وانت ياللي حبيبي 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 حبيبي. مساء الفل. مساء الخير. ايه طمنين عليك. الحمد لله. طب ايه صحتك احسن؟ يعني بقيت احسن شوية. طيب الحمد لله. قوليلي بقى ايه اخبارك؟ بصراحة بقى ما عملتش اكل النهاردة يا بندق. هو الموضوع مش مهم، انا اكلت برا، بس انا اللي يهمني دلوقتي اسم بندق. انت ليه معلقه عليه يا حبيبتي؟ انا ما بحبش الاسم ده. انا بحب البندق، ولا انت عندك مانع؟
ده احلى بندق في الدنيا. بقول لك ايه؟ هو انت بتحبيني؟ ايه السؤال الغريب ده؟ عادي، لا سؤال عادي جدا، جاوبني يعني. اقسم بالله العظيم بحبك. ماشي. سيبينا بقى من السيره دي، وعايز اقول لك على حاجه اهم جدا. احنا عندنا بكره زياره للدكتور عشان تعملي تحاليل. وما انا قلت لك ان انا شويه وهبقى كويسه، يعني مش مستاهله. يا حبيبتي ان شاء الله تبقي كويسه، بس لازم اطمن. عارف انا من ساعه ما اتجوزنا وانا حاسه ان احنا على طول يعني في خناقات، وانا عصبيه بصراحة. أنت بتستحملني طول الوقت. نسيتي وهستحملك طول العمر. وبعدين فترة العصبية دي عشان التعب، فترة وهتعدي يعني. إن شاء الله. غير الموضوع بقى. ماشي. طيري إيه؟ ده إيه ده؟ بيا الدواء ليه؟ إيه ده؟ لحبوب منع الحمل. أنا مش حابة نجيب أطفال دلوقتي. يعني إيه مش حابة تجيبي زفت دلوقتي؟ أنت عارفة إن أمنية حياتي يبقى عندي أطفال. ماشي انا فاهمه، بس يعني احنا ناجل حوار الخلفه، احنا لسه متجوزين يا فارس. يعني عشان لسه متجوزين؟ بقالنا سنه مع بعض ولسه متجوزين؟ بصي يا ماما، انا دايما بسال نفسي سؤال واحد، انت بتحبيني ولا لا؟ وكل مره تثبتي لي انك مش بتحبيني. طب مش بتحبيني اتجوزتيني ليه؟ انت مش فاهم حاجه يا احمد. احمد سكتش نار النهارده. نار يعني عادي بتكون عم تحكي مع اخوه لا هي قبل كانت لازم واحد. تبرر اهم حاجه، خلينا هسه شويه نكون ويا الزلمه. اول شيء هي طلعت انه هي وصديقتها اللي هي اخت الرجال انه هي كانت تحب واحد وهذا الواحد انخطب وهي راحت لخطوبته، فهي شكلها بعدها تحب هذا الانسان اللي هو انخطب وعافها. فأقاس هو هذا احمد، ما اعرف اذا قالوا اسمه بالسكتش بس يمكن بس او ده تخونه. السكتش فيه تفاصيل كتير اصلا، يعني في فكره هنقعد نتكلم على الجواز بعده، الناس تخلف على طول ولا تستنى شويه. عندنا فكره لا تستنى شويه، هندردش فيها بس يعني. بس هي اختها سالتها انه انت متاكده ان انت عاوزاه، كانت فده اللي حصل. بس يعني لسه هنحكي في التفاصيل اكتر، ولسه عندنا جزء تاني هنتفرج عليه. التفصيل اللي لازم ينحكى عنه هو الصديقه ايوه اللي بتاخد اخ رفيقتها، يعني هي فيها كتير شغلات يعني صعبه غير مستحبه. لا غير انا بالنسبه لي غير مستحبه، ما بحب. اوكي احنا جاهز الجزء التاني يا حسن؟ خلينا نشوف الجزء التاني. هي ما تستحقش كل ده. انا عايز افهم ليه كل ده. بصراحه يا فارس انا ما رضيتش اقول لك، بس انا فكرت ان الموضوع اتقفل يعني واتنسى. موضوع ايه؟ فهميني وكلميني زي الناس العاقله. منى كانت بتحب واحد زميلنا في الجامعه وما نسيتوش على فكره، بس هي لسه بتفكر فيه. ولما سابوا بعض او بمعنى اصح هو اللي سابها ورماها، دخلت في حاله نفسيه ومحدش عارف يطلعها غيرك. هي لسه على علاقه بيه صح؟ لا طبعا، ايه اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ منى بنت ناس، بس كل الموضوع بس ان هي نفسيتها تعبانه مش اكتر. كان اسمه احمد. عشان كده دايما عايزانا اعيش بطريقه معينه، اكل اكل معين، البس لبس معين، اعيش واحد مش هو انا. التقرير بتاع الدكتور بتاعها لسه جايبه النهارده. يبقى انت لازم تطلقها يا فارس. مش هينفع اطلقها، دي عندها كانسر. يعني ايه يعني عندها كانسر يا حبيبي؟ دي لسه قدامها رحله علاج طويله، وبعدين انت لسه هتوافق تكمل معاها وهي على علاقه بواحد تاني؟ الموضوع دلوقتي ما ينفعش، مرفوض. عارفه ليه؟ عشان اخوك راجل، ما ينفعش يسيب مراته وهي في محنة زي دي. وحتى لو على الواد الخايب ده مثلها تنسى، وهتعرف انا حبيتها قد ايه. عارفة المشكلة في ايه؟
أنا بحبها. ربنا يكمل شفاها على خير. مكملين معاكم موعدنا شباب، بس قبل ما نحلل الجزء الثاني عايز اقول لكم على خبر حلو جدا وفرصه كبيره جدا لكل مستمعي راديو الان وكل مشاهدي راديو الان دلوقتي وكل اللي بيتابعنا على الفيسبوك او على اليوتيوب. ريم هتكون موجوده معاكم بالليل في كرامتينا، مطعم جميل جدا، وفي فرصه ان انتم تكسبوا جائزه حلوه جدا وهي افطار. تواجدوا معاها لو انتم تسمعونا دلوقتي او لو انتم عندنا على السوشيال ميديا، روحوا المطعم عنده عروض كتير حلوه وانتم هتستمتعوا. هي هتكون طالعه لايف على الفيسبوك الساعه 11 بتوقيت الامارات، والافطار هيكون لاربع افراد او اربع اشخاص يقدروا يستمتعوا بيه. دي جايزة وفرصة كبيرة جدا، انا ممكن اروح عشان اكسب. يلا يلا بينا بقى خلاص، وتاخدنا احنا انا باربعة وانتوا الاثنين صح كلكم كلنا رايحين. حسن الاوردر كله رايح خلاص، يبقى كلنا في كرامتينا النهاردة الساعة 11 بتوقيت الامارات. مطعم جميل، مطعم فلسطيني اعتقد، شامي، مطبخ فلسطيني شامي، يعني. عندهم اكلات متنوعه واكلات حلوه جدا، ولحد الساعه 3 صباحا هيكون مفتوح، واجواء رمضانيه بقى، السهره الرمضانيه الجميله. طيب نرجع بقى للسكتش سريعا، يلا بينا. لو انت مكانه، مكان الولد، انه هتسيبها وهتسيب كل حاجه فيها. طب نتكلم على الصفات احسن. لا طبعا اكيد اي حد، يعني حتى لو في حب مفيش حب في المحنة، الواحد يعني إنسانيته تبين وتطلع. لا يعني أكو ناس خاصة بالحالة اللي هو بيها، إنه هي دا تخونة أو دا تفكر بواحد ثاني، وبنفس الوقت دا تمر بمرحلة صعبة، هو حيشوفها إنه لا، إنه هي سوت لي شيء سلبي، فأنا مو مضطر أضيع أكثر وقت وياها حتى هي تتشافى أو تتعالج أو تسوي اللي هي لازم تسويه. فأكو ناس لا ممكن يتخلوا، في ناس أصلا مريضة، يعني هم نفسيتهم مريضة، فرح يلاقي أنه اللي صار له هذا الشيء زي أنه يشمت فيها أنه عادي، وإذا صار تستاهلين هذا اللي صار لك. بس هو اشتكى من حاجة مهمة قوي، أن هي عايزة تعيشه بطريقة معينة عشان بتشوف فيه مثلا شخص كانت مرتبطة فيه قبل كده، شخص معين تحاول تغير من شخصيته. فزي مثلا ليه ممكن لما ترتبطي بحد بيفكر أنه ممكن تخليه، يعني هو ممكن المصري كده، الغلط اللي هي سوتها انه ما انطت نفسها وقت انه هي تنسى اللي قبل، وراسا بدت علاقه جديده، فممكن اللي صار بمخيلتها انه هي تريد نفس الشخص اللي هي بعدها متعلقه به بس بالواحد الجديد، فتبدي تقول له اشياء هو يغيرها حتى يصير يشبه الانسان اللي هي حبته. ومو بس هيك، نحن بنعرف انه المراه عباره عن كتله مشاعر، وخصوصي اذا كانت انسانه او مراه كثير حساسه، ممكن تتمسك بالجرح اللي هي مثلا انجرحته، وبتحمله معه لتقريبا لقدام وللابد. وهل الراجل اللي ما عندوش مشاعر؟ لا بلا عنده مشاعر، بس مو مثل المرأة. طيب انا يعني شفنا السكتش النهارده، وانتوا اكيد بتتفرجوا معانا دايما في محطتنا الاخيره على السكتش. حابب قبل ما ننهي افكركم مره كمان، ريم هتكون في كرامتينا، مطعم جميل جدا موجود ناحيه دبي مارينا او دبي ميديا سيتي، من المنطقه دي بالظبط. هتلاقوا ريم موجوده معاكم لايف على الفيسبوك من الساعه 11، تقدروا تروحوا هناك وتستمتعوا بالاجواء الرمضانيه الموجوده في المطعم، وفي فرصه كبيره جدا فوز بإفطار لأربع أفراد أو سحور لأربع أفراد، فاستمتعوا. جوين ريم هناك. جوين أنا قلت إيه حضرتك؟ ما قلت جوين أنت حضرتك؟ فاكرة نفسك بتكلمي إنجليش أحسن مني؟ أيوة دي بنت امبارح دي نسخة من جد يعني. طيب ماشي، هنتكلم في الفيربات والجرامر بعد ما نخلص البرنامج، ونرجع لكم تاني بكرة إن شاء الله. استنونا في نفس الميعاد من الساعة 6:30 للساعة 8، استنونا ويلا بينا. باي. ألعب يا لعب.